أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 ستكون بنظام الكتاب المفتوح واستخدام كتيب للمفاهيم كالعام الماضي وبنفس الدرجات في المواد مع اختلاف عملية توزيع درجات. وأكد وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة أن التعريب مستمر هذا العام، وسيكون هناك ورقة بابل شيت بالإضافة إلى ورقة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية والتي ستكون بنسبة 15% من الامتحان، مشيرا إلى أن التصحيح سيكون من خلال المدرس وستكون الدرجة موزعة على الإجابات. وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان عن نماذج الامتحانات الثانوية العامة عقب إجازة نصف العام لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات، وأكد على أن الطالب سيحصل على درجة في كل خطوة صحيحة يقوم بالإجابة عليها. عدد الأسئلة في كل مادة مثل العام الماضي أيضاً، لكن عدد الدرجات المخصصة للأسئلة اختيار متعدد بقى عليها، اللي عليها واحد بقت أكتر شوية، عشان ودي بتدي أريحية أكتر للطالب، لو غلط في سؤال يبقى بإيه؟ بدرجة مش بدرجتين ولا بثلاثة. التعريب مستمر هذا العام. موضوع التعريب إن إحنا المادة هتبقى بالإنجليزي وجنبها باللغة الإيه العربية. الطالب هيتسلم كراسة أسئلة مثل العام الماضي وبابل شيت وورقة تانية منفصل، بياناته على البابل شيت وبياناته على الورقة التانية المنفصل. البابل شيت للإجابة على الأسئلة اختيار متعدد، والورقة التانية هتبقى للإجابة الأسئلة الايه المقالية. الأسئلة المقالية نصيبها 15%، فبالتالي عدد الناس اللي يلزم لتصحيحها إلي، يعني ما في حاجة بسيطة جدا. تاني حاجة ان احنا هناخد سكان من الورقة دي نديها على الاثنين معلمين على الكمبيوتر بتاعه بس، خلاص. يعني مش التصحيح للورقة، مش في برنامج بيصحح المقال، لا، مدرس معلم هو اللي بيصحح الايه المقال.